عاصمة ريم المجري. إلى مناطق صوتي كاين مي، أول حاجة يكون في البرنامج الانتخابي نتاعك رؤية شاملة واضحة للمنوال الاقتصادي اللي باش تصير عليه تونس في مدة الحكم نتاعك. ثاني حاجة هي جدي بيان حماية ورعاية القطاع العام بالتعليم مرورا بالصحة للإدارة العمومية. هذا الحاجة المطلوبة على خاطر توا القطاع العمومي اللي متوجه لأغلبية التوانسة قاعد يقع التخلي عليه تدريجيا. دونك ماذا بيا كان يكون في البرنامج نتاعو اللي باش ننتخبو هو حماية ومراجعة القطاع العام. جينيرالمون هذا مش هما الحاجتين الأساسيين اللي نطلبهم.